حاجة تقرف، بقيت اغسل مواعين ايديا دابت، مش معقول كده. اوفر اوفر دينا ما فيها تشوف شيء مش محله. ارجوكوا يا جماعة، اللي يطلع حليب لازم يشربه، يا اما يحطه على الحاجة اللي هو عايزها، لان كده بترمي. جلي، نظافة، تنظيف، هوس التنظيف، هيدي هي دينا. ده اللي حقتنا، غسل كبايتك، غسل شوكتك. بقول لك ايه، تعالى نظف كوبايتك، شيلي طبق الجبنة ده مكانه، ده مكانه، ده مكانه. يلا خد على الحوض اغسلها. مين اللي عامل اللبن كده؟ شيل صحنك، شيل صحنك. وانتي يلا يا حبيبتي، تعالي نمسك الحته دي. يلا شكرا، سيب بقى كل حاجه لو سمحت، سيبها. الزواجي احتواجي، الزواجي احتواجي. يلا يا حبيبتي. 17 قد ايه من النظافه؟ 24 24 على المجله. صابون هون ما بتنتبه، هي بتقعد تطلع حالها بالمرايه. خليك ببيتك، خليك ببيتك. جي انت، جي انت، خلي صحنك، خلي صحنك. جلي اصحى وتجلي، شيل كبيتك، شيل كبيتك. وجلي قول لي بقى، بترمي بالحب دي؟ انا جننت بحاجه، كوبايه شاي وبغسلها، طبق وبغسله. قعدت تزعق لي وانا ماليش ذنب، فبقول لها مالك يا دينا، بتقول لي بتسال كله ويقول لك انا بغسل، يبقى مين الحاجات دي مين؟ قالت لي لما انت غسلت صحونك ومروان غسل صحونه. كل ما اكلم محمد عباس يقول لي بغسل حاجه، مين اللي رامي الحاجه دي كلها؟ غابت بس يومين صار مجلها هالقد. تو ماتش، تو ماتش، اوفر، حرام عليكم. بصراحة احنا مأدبين معاها بزاف، فالموضوع زاد عن حده، بس نحن عنا الحل. الكل حيران، الكل تعبان من هالجلي، الكل قرفان. دينا عالمجلى تعبت، انهارت قد ما وقفت، جلت صحون ما خلت، فالوضع صار بده حل. جلاية دينا عصرين، جلاية دينا قوين، أنواع دينا عاملين بالجلد، مية بالمية نتيجة مش عادية. جلاية دينا العصرين، جلاية دينا العصرية متوفرة بأحجام مختلفة بكل المتاجر بالبلدان العربية.